أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة الفلسطينية. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الأولى: خطة إسرائيلية للسيطرة على مساحات واسعة من الطور والصوانة لتوسيع مستوطنة بيت أوروت في القدس. وفي عنوان آخر: كيري يحاول كسر الجمود بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ببوادر حسن نية. وعريقات يقول: الأسابيع المقبلة مصيرية. ونقرأ في الصحيفة أيضا: إصابة العشرات في قمع فعاليات مسيرة القدس العالمية بمحافظة الضفة. صحيفة الأيام عنونت صفحتها الرئيسية تقول: مسيرات وفعاليات فلسطينية وعربية لمناسبة يوم القدس العالمي. ونطالع في الصحيفة أيضا: الحمد لله، حكومة ستسعى لتقريب وجهات النظر بين فتح وحماس، وفلسطين تفوز بأعلى الأصوات في انتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين. ونقرأ في الصحيفة: مرسي يقول: نؤيد ما يقرره الفلسطينيون وندعم أيضا حكومتهم في رام الله. ختام مطالعة الصحافة الفلسطينية من صحيفة الحياة الجديدة، ونقرأ فيها: عشرات الإصابات في مسيرات بالقدس والضفة إحياء لذكرى النكسة، وكيري يعود للمنطقة قريبا، والحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسة ملتوية. وفي عنوان آخر: الحمد لله، الثلاثاء أول اجتماع للحكومة والاقتصاد على سلم الأولويات، وعساف يتألق بأغنية جبلية، والفنانان عاصي الحلاني وأصالة يشيدان بأدائه وموهبته. ننتقل إلى الصحافة الدولية. صحيفة الشرق الأوسط السعودية أبرزت عدة عناوين على صفحتها الرئيسية، منها: روسيا تقترح إرسال قواتها إلى الجولان، وحزب الله يفتح جبهة الزرداني. وفي عنوان آخر: استمرار المعارك قرب معبر القنيطرة، وروسيا تعرض خدماتها لملء الفراغ. وفي الشأن التركي: أردوغان يحشد أنصاره ويتمسك بمشروع تقسيم. ونقرأ أيضا: إيران، المرشحون الثمانية يستعرضون سياساتهم الداخلية والخارجية خلال المناظرة الأخيرة. نختم من صحيفة الحياة اللندنية التي عنونت صفحتها الأولى تقول: حمص الهدف المقبل للنظام، تظاهرات في المدن السورية تحيي القصير وتهاجم حزب الله، وروسيا تعرض إرسال قوات إلى جبهة الجولان، ومجلس الأمن يطالب بحماية المدنيين. وفي عنوان آخر: تباينات في حزب أردوغان حول سياساته، والمعارضة تقترح استفتاء على مشروعه. ونقرأ في الصحيفة أيضا: بوتين يطلق زوجته ليتفرغ لحبيبته الأولى روسيا. ختام هذه الجولة تحية طيبة، وأترككم عبر زي ما نشرت الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.